السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل واحد كيشاهد الفيديوهات ديالنا، كنبغي نرحبوا به. مرحبا بالناس اللي مشاركين معنا في القناة، كنبغي نشكرهم على التواصل ديالهم والتفاعل ديالهم معنا في القناة. لابد لي لايك اللي كتحطوا لنا، سواء لي ديسلايك كذلك، لي كومونتير ديالكم شكرا جزيلا. الوغ الناس اللي كيشاهدونا لاول مره، كنبغي نعرف كما ديما افائل ايمور ها اجونس ايموبيليير، اي وكاله عقاريه وسيط عقاري احترافي اللي كيتكلف بالبيع ديال العقارات في مدينه مكناس. اذا بهذه المناسبه كان انفيت الناس الى عندهم شي عقار ولا شي حاجه وبغى يبيعوا، راه ممكن يتصل بنا. اتصل بينا، الارقام ديالنا هما بجوج، اللي يخلينا مساج في واتساب حنا راه الاشاره ديالو ممكن نحطهم في فلاشين ديالنا في القناه ديالنا، ونتعاونوا معاه باش يبيع العقار ديالو ان شاء الله بحول الله. اذا ما تنساوش كما ديما الاشتراك في القناه ديالنا ولا جيم لي فيديو ديالنا ولا لي ديسلايك ولا كومونتير ديالكم، حنا رحنا راه الاشاره. وكذلك التواصل عبر الواتساب، الارقام ديالنا راهم لتحت، راه فيهم حتى الواتساب خدام. الوغ اليوم جبنا شقه من نوع دوبلكس اللي فيها جوج ديال لي زيتاج، استاذ كاين فيها 7 ميتاج 8 ميتاج، جوج بهم راهم دوبلكس واحد مشروك، عنده جوج ديال لي زاكسي. لاكسي الاول هو اللي داخلين منه دابا، هو اللي كتشوفوا راه دخلنا من الباب. الوغ لاكسي الاول كيدخلنا ديريكتومون، ولا الباب الاول كيدخلنا ديريكتومون في الصالون او السيجور. هاد الدوبلكس كيندرج في اطار السكن الراقي ولا لو ستاندينغ، اللي كتواجد بحمرية بوسط مدينة مكناس، موقع ممتاز في وسط في القلب النابض ديال المدينة ديال مكناس، موقع استراتيجي للقرب من القرب من جميع المرافق الحيوية في المدينة كالمقاطعات البلديات مواصلات، كذلك من ليزيكول. الوغ بالنسبة لهذا الدوبلكس كما قلنا سكن راقي وسكن ممتاز، أرضية فيه كلها من رخام، الرخام لي امبورتي من اسباني كله فيه دي فو بلافون، لي فو بلافون بلا سبوت، لو ديكور ديالهم لي اونيك لي تيبيك فريمون، فيه دي بتي ديتاي ميم ديال الزليج كيفاش بلوتو الرخام كيفاش محطوط، لي شومبر دابا تشوف الزليج ديالهم الزواق ديالهم كيفاش محطوطة. فيه صالون معتبر، صالون كبير تاسع، ما عبرتش العرض ديالو ولكن صالون معتبر، وفيه فريمون هاد الزواقة هادي بالخشب في السقف. في هاد الضو كاين داك لا سيباراسيون ما بين الصالون و السيجور و لو فاسك، فاسك دو ريسبسيون. بالنسبة لي ريدو كاملين إلكتريك. المساحة كنبغي نعاود نذكر بها، فيه 154 متر كاري، فيه طبقين، طبق السابع 6 متاج، طبق الثامن. طبق السابع ولا الطبق الرئيسي فيه ريسبسيون دي صالون سيجور، فيه الديكور هذا كما كتشوفوا في الحيط. واحد فيه اون كويزين توت ايكيبي، نتوما غادي تشوفوها ان شاء الله. الوان مزيانه اللي مهزوله، بيض و نوار كيمشيو اسورتي. الوغ الدروج ديال 8 ايطاج كيبانو لنا، منهم تنطلعو ليطاج الفوق، ولا كنطلبو لاسانسور و كنطلعو ديريكتومون لو 8 ايطاج كتخرج في لي شومبر. كاين باب وحده اخرى ديال هاد الدوبلكس. الوغ قدامنا لي تواليت ولا تواليت ريسبسيون، كاين هذا الفاسك، انترفون ولا فيزيوفون لي كاميرا ديالو باش كتشوف شكون كيدق عليك. هنا جاج ترومبي لينوكس ديال تواليت ريسبسيون. كاين هنا ان موبل، ان موبل با. بالنسبة للخشب، خشب معتبر. ديما رحنا
في طواليت ريسبسيون. الوغ من بعد طواليت كاينه اون كويزين ميتنا ديال اليمن اللي هي تو تيكيبي بالبلاكار لي تيروار ديالها، فيها لا بلاك لا هوت و لو فور، ميم كيلكو اكسسوار في لا كويزين كاينين، ستادير ديال لي كاسخوليير ديال لي زيبيس هانسي دو سويت. كاين ان بالكون كيطلع على الشارع الرئيسي، فاش كنطلعو لاتاج الفوقاني تلقاو تخوا شومبر غادي نهضر عليهم بالزربة باش غادي نخليكم تشاهدوا الفيديو ديالكم. كاينين تخوا شومبر في لاتاج الفوقاني لو هيتيام. الوغ بالنسبة لهاد لي تخوا شومبر ديالهم، تخوا شومبر بيان سور، كاينين جو بور لي زونفون و كاينة اون سويت بارونتال. لا سويت بارونتال فيها سال دو بان ديالها، فيها ان دريسينغ اوم اي فام، و كاين ان بالكون واحد اخر كاين في لا شومبر دي زونفون. بالنسبة لا بانتور كلها بلاتينيو. بالنسبة للثمن ديال هاد الدوبلكس هذا 8500 درهم للمتر مربع. من اجل الحساب ديال المساحة كنضربو المساحة في الامتار، كتعطينا تقريبا 130 مليون، 1 مليون 300 مليون. عمارة فيها لاسانسور، فيها باركينغ سوسول تحت ارضي ديال السيارات، وفيها فقط جوج ديال الشقق في لاتاج. كاين هاد لو دوبلكس زايد ان اوتر ابارتمون ان شاء الله غادي نحطوه في القريب، اللي عنده جوج ديال لي زاكسي ما غاديش نهضر عليه دابا، غادي نخليه ان شاء الله. كاينين جوج ديال لي ابارتمون اونيكمون بار ايتاج، دوبلكس و برتما اخرى. برتما اللي كتحسب كيما قلنا في السكن الراقي، ان دوبلكس لي غار سون لي كاف، فاش كنلقاو بحال هاد لي دوبلكس هادو فريمون قلال وقلال بزاف. نتمنوا يكون عندنا عروض. هادشي نظرا للطلب الكثير ديال الناس اللي كيطلبوا لنا دي دوبلاكس من هاد النوع، حاولنا ما امكن نقلبوا على شي حاجه من هاد النوع ونحطوها. كاينين الناس اللي غادي يهضروا معنا على الثمن، غادي يقول لك الثمن طالع، لكن هنا راه تتندرج في اطار السكن الراقي كما كنقولوا، وسط المدينه ديال الحمريه، اذا الثمن راه تيكون شويه طالع بارابور لي زوتر فيل. لي زوتر فيل اللي حدانا مثلا بلا ما نذكر الاسماء، ولكن راه الثمن راه بارابور لي زوتر فيل الثمن معقول. هنا كما كنقولوا راه كاين وكاين دي زابارتمون اللي قل في لي زوفر ديالنا، راه كاين دي زابارتمون سوا الموين ستاندين سوا السكن الاجتماعي، راه موجودين عندنا دي زوفر، راه كل واحد على قد الجهد ديالو. الله يكون في العوال كل شيء. حنا ما كرهناش نحطو بحال هاد الشقق الثمن بسيط، ولكن راه كل حاجه كدعي فريمون، كل حاجه كما كنقولوا راه عندها ثمنها. ولكن هذا دوبلكس معتبر جدا من ناحيه الموقع ديالو، من ناحيه الفينيسيون ديالو، من ناحيه المساحه ديالو كذلك. الناس اللي انتغاسي راه ممكن تجيو ولا تعيطوا لينا في هاد الارقام ديالنا من اجل زياره هاد الشقق هادي. الناس كذلك اللي باغا تبيع شي شقه ممكن تعيطوا لنا في الارقام ديالنا، حنا راهنا اشاره. بالنسبه للثمن راه قابل للتفاوض، ماشي ثمن فيكس، ماشي ان بريفيكس، راه الثمن اللي هو قابل للتفاوض. كما كتشوفوا الارضيه كلها برخام، ميم تروج كاين برخام، لينوكس، صباغه بلاتينيا، الحمامات مهيئين بطريقه جديده وعصريه، لي كابين دوش مبلوع ديال الحمامات، دي دريسينغ كلهم عامرين من الداخل بليزيتاجر ديالهم بكل شيء. الوغ وصلنا المشاهدين الكرام للنهايه ديال هذا التقديم ديال الفيديو، ولكن ما تمشيوش بعيد، راه مازال الفيديو باش تشوفوا لي شومبر، نخليكم تشوفوه. وما تنساوناش بلي كومونتير ديالكم، بالاشتراك اللي يكون كثيف وكثيف جدا، ولي لايك ديالكم للفيديو ديالنا باش كتعاونونا كما كنقولوا، باش نزيدو ان شاء الله عند ونكونوا عند الوعد ديالنا لكم. كما قلنا لكم بوندون هاد الشهر 10 ان شاء الله كل نهار نحطو فيديو ان شاء الله بحول الله، وغادي يكونوا في فيديوهات من نوع ديال لي زابارتمون موين ستاندين و ستاندين. كذلك بالنسبه لي زابارتمون اللي كتنتارج في اطار السكن الاجتماعي، غادي نحاولوا ما امكن نلبيو الطلب ديال اي واحد ان شاء الله بحول الله. غادي نخليكم على خير وبخير. ما تنساوش الاشتراك في القناه والدعم ديال القناه. الى اللقاء ومع السلامه.